مباشرة، عايزين نعرف التفاصيل كلها من بداية فتح باب الترشح. بالنسبة لفتح باب الترشيح، هو طبعا كانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة معالي الشرف أيمن بيه عباس قررت بأن فتح الباب 12 يوم بداية من 1/9. طبعا العملية التنظيمية دي بتبقى المفروض رئيس المحكمة اللي موجود هو اللي بيقوم بالتنظيم والمكان اللي هو خاص بلجنة تلقي الطلبات والفحص. طبعا انا القرار صدر لي برئاسة محكمة الصورة الابتدائية 31/8، يعني متأخر، فانا بداية عملي 1/9. 1/9 انا جاي على الوضع القديم اللي موجود. فانا طبعا بالنسبه لل انا وصلت المحكمه وبشرنا العمل في اللجنه الساعه 9، كانت اللجنه موجوده ولكن كان المكان في مكان ضيق في مكتبه داخل المحكمه. فطبعا بالنسبه للصوره اللي هي ظهرت او الزحام ده هيبقى تلاقيه في كل المحاكم، بس طبعا بتختلف من ثقافه بلد لبلد. كل واحد طبعا واقفين من الساعه 2 بالليل، الكلام ده حصل الساعه 6 7 الصبح، تزاحم على طبعا اي مرشح جاي جايب معاه 2 3 4 مدخلهم معاه. طبعا كان النظام لسه ما يعني ما كانش فيه النظام اللي هو اللي يضبط العمليه والايقاع فورا. لما جيت دخلت فلقيت الامور كده، طبعا ظبطنا العمل ونقلت المقر اللجنه اللي نزلتها في مكان تاني واسع بعيد، بحيث ان سهلنا على المرشح ان هو يخش المحكمه بسهوله ويسر من اقرب مكان يخرج من اقرب مكان. عملت مدخلين، مدخل الدخول مدخل الخروج. الصوره دي انا ما اقدرش، انا ما شفتهاش بصراحه، بس هم بيقولوا انه حصل كذا، دي عمليه تزاحم وكده قبل الساعه 9، يمكن هم قالوا 7 الصبح. دي طبعا التزاحم عشان الرمز الانتخابي، يختار الرمز ويختار الرقم المتقدم هو في عقيدته كده. فدي كل الامور. انما حاليا سيادتك ممكن تشوف اللجنه والظهر فيما بعد، الامور ماشيه بسهوله ويسر وكل واحد داخل واخد حقه بالراحه وبامان وفي تروي ومفيش مشاكل خالص. يعني ما وصلنا اليه النهارده من عدد المرشحين؟ هو النهارده احنا وصلنا كان امبارح ل يعني 277، والنهارده وصلنا لخمسه يعني حوالي 282. عادي يعني، هو أول يوم بس اللي كان فيه التكدس يعني.